السلام عليكم يا ربع، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ رجعت لكم بيوميات، ان شاء الله تفرحون وتستانسون معاي، شجعوني عاد ما بي 3 فيو، يعني نشروا الاكونت عشان الفيو يزيد وخلكم جيش وفي لي، يعني يعطيكم العافيه. راح ارجع لكم اليوميات ان شاء الله، وهم راح نرجع يوميات خزعليه بس حبه حبه، فتابعوني هني ونشروا حسابي، خلي الناس تتابعنا وتفرح معنا. طبعا اليوم جاي العياده انا واشيك عليها وسوالف، توني راجع من الكويت، كنت بالكويت والحين رايح المول افتح حساب حق العياده. حياكم معاي، بس ان شاء الله تستانسون اليوم. نشوفكم حلقه اللقطه الثانيه. هوب، انا بالطريق الحين ماخذ معاي الدكتوره جيفت. سي واتس اب، هاو ار يو؟ سي اني ثينج فور اي جانج ادومي جانج. كم تايلاند؟ راح نفتح حساب ان شاء الله، الله يوفقنا. بس اوصل المول راح اصور لكم. طبعا وصلت المول، بس شنو ناسي؟ ناسي بطاقتي اللي هو جوازي، يعني ناسي اجيبه. المهم حصل خير، الحين عيسى راح يجيب لي اياه، فانطر عيسى. انا بالمطعم هذا فور سيزون دائما اجيله، ما له حل، لان نفس طعم النودل اللي بلندن كنا ناكله، ما له حل بصراحه، فناكل على ما عيسى يجي. الاخت ناسيه بطاقتها بعد، فهي شركتي بالعياده، فلازم بطايقنا احنا الاثنين، وعشان شيء تشوفونها دائما هي بالعياده، لان هي شريكه بالعياده، فاي شيء انا اسوي بالعياده لازم اوراقها هي تكون موجوده بعد، هم هي ناسيه الاوراق. المهم عيسى، قلت حق عيسى يبي اوراقي انا، وهي قالت حق صاحبتها تجيب الاوراق، وناطرين عشان نفتح الحساب ان شاء الله. قلنا لي ناكل، يعطيكم العافيه، بالعافيه علي. هذا المطعم اللذيذ، هذا الدك، هذا الدي اي. ثانك يو فور فورجيت اي دي. فورجيت يور اي دي. ها ماي اي دي، يس، فور بنك. ثانك يو فيري ماتش. يا ربع، وصلتني حواله جيده الحمد لله. قمت من الاكل، رحت استلم الحواله من البنك، هذا هو البنك. خلص استلم الحواله ان شاء الله وانزل اروح اكل مره ثانيه، وعيسى هيني بالطريق رايح يجيب البطايق والسوالف هذه عشان نفتح الحساب. اسمحوا لي اذا ما اعرف اصور لكم يعني نفس قبل، بس شوي شوي حبه حبه ان شاء الله ارجع واعطيكم طاقه حلوه وانسكم ان شاء الله. بس شجعوني، يعني يعني اللي يشوف فيديوي اذا الواحد ينشر حق صاحبه واحد وصلنا، فانت كل ما تشجعوني كل ما تخلوني اسوي زياده، وكل ما تخلوني اشد على الاهل ان اسوي يوميات خزعليه، فشدوا حيلكم، انتم اللي راح تخلونا نصور يوميات خزعليه. اذا حابين زيدوا اللايكات ونشروا فيديوهاتنا، خل الناس تشوف وخل الناس تزيد سبسكرايب، نعطيكم احلى يوميات ان شاء الله. حبايبي ندش البنك ونخلص ونرجع. ولا منو؟ ولا عيسى. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ تمام. من زمان مو شايف ربعي، ها؟ اي والله. جيش علاوي، شلونك؟ قاعد اشوفهم الحين كلهم. سلم. انت لما تصور ما تطالع الكاميرا صح؟ بلا طالع، سلم عليهم. هلا والله. شلونك؟ ما ردوا. راح ارجع اليوتيوب، شو رايك بالفكره؟ والله حلوه. ما اتوقع ان عندك وقت. زين كمل بعد. بس راح ارجع اليوتيوب يا جماعه الخير، راح ارجع ان شاء الله وارجع لكم بقوه. بس المهم انتم شجعوني مثل ما قلت لكم، انا دوختكم. المهم عيسى يا بطاقتي يا كل شيء، يعطيك العافيه. الله يعافيك. وان شاء الله نفتح حساب البنك، الله يوفقنا والله يوفق الجميع اللي طالعنا. وكلمه لهم. والله وايد دايخ. لا انا قاعد اصور اللي وراك، بس كلمه لهم بسرعه. زين طبعا كلمه لهم عشان تصور يعني اكثر. لا بس حبيبي خلاص يلا. ها بس؟ يلا خلنا ناكل يا جماعه، اشوفكم النكست شوت. وصلت البنك. نسوي حساب، الله يوفقنا. هذا إنشاء الشركة، طابع الشركة. هلا حبيبتي. صار لي ساعة ونص تقريبا بالبنك، وللحين هي قاعد تخلص الشغل، ما خلصنا، الله يعين. ناطرين، أبيك شيء المعاملات هذه يا أخي. شوف الناس قاعد تتمشى وطالع رايحه هذا، وانا قاعد اسوي معاملات. يلا الله يعينه توفيق. الحمد لله خلصت شغلي انا، ورحت طلعت رايح اشتري تيشيرت فانيلا نادي بي تي يو يونايتد. هذا نادي صاحبي علاء يلعب بالنادي، محترف على من لبنان، كان صاحبي ايام الامارات لما كنا عايشين بالامارات. ما ادري قاعد تسمعوني يا جماعه ولا لا. المهم رايح اشتري تيشيرت، لان باكر عنده لعب نهائي ورايحين نشجعه، فبشتري تيشيرتات حقي، حق حسون، حق عيسى ويوسف،
عشان كنا نروح نشجع. تعالوا معي خلينا نشتري تيشرت. وصلت محلات الرياضة يا جماعة. الحين فندش ناخذ لنا تيشرت حق نادي علاء. طبعا وايد اشياء فيه. تعال دور التيشرت اللي تبيه. ادور خلينا نشوف اذا حصلت ان شاء الله. هذا كينج ليو. بس كان هذا التيشرت تبي. ما حصلت تيشرت. اوكي. يقول لي سكر هذا. المهم ما يسكر بويه يا عمي. ما حصلت تيشرت. صاحبي يقول لي نادي معروف. ما لقيته بكل مكان. المهم راد البيت. خلينا نشوف شو نسوي يا جماعة. خلكم معاي. تابعوني. اوكي. راضي يتسكر هذا. احس السيارات مقهورين مني ماشي بسرعة. المهم رايح البيت رايح العيادة. حياكم. من يبي يا جماعة. وصلت على خير. وصلت العيادة. دخلت الزبون يسوي اسنانه يعطي العافية. وجيت هني نفس شارعنا شارع العيادة في مطعم صغير يبيع حلويات. هذه الحلويات. بقعد باكل حلو اريح برد على قلبي واروح البيت اريح شوي. هذه هي اكلتي. طبعا تافهه جدا جدا بس انا بقول عباره عن شنو. عباره عن كاكاو. هذا الكاكاو بودر مع حليب مركز وثلج. هذا كله ثلج الابيض ثلج مبشور. تحت الثلج في توست محمش. طريقه حلوه يعني. صاير نفسه انا صاير تايلندي. وهذا من الكويت يدقونه براس الموظف. حلو والله. لو تبي حق كويتي بالكويت والله يقطع على راس اللي يشتغل. يقول شنو هذا ثلج وكاكاو قاص عليه انت. يبي الكويتي يبي الدلع يبي بستاشيو يبي ما ادري شنو نوتيلا. 5 دنانير بس نوتيلا. ليش ما ادري. حلو. الحمد لله وصلت البيت. يعطيكم العافيه يا الفاميليا. شلونكم شو اخباركم؟ حبوب شلونك؟ انا قاعد اصور نفسي بس شلونك انت؟ تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ ممكن أحب أصورك الحين عشان تكلم من الجمهور. عافية. الله يعافيك. الحمد لله. كلمة للجماهير الطيبة. جماهير ولا جمهور؟ كله جمهور جماهير أي شيء. أوكي. إن شاء الله راجعين لكم يوميات خزعلية عن قريب. إن شاء الله. بس عندي كم شغلة قاعد أرتب وشري بالمصنع وشغلي عشان أفضى نصور مسابقات طبيعة رحلاتنا. كل شيء ان شاء الله وراح تشوفون اشياء جديده ان شاء الله. يعطيك العافيه. وكل ما انت صوتوا لنا راجعين لك العافيه. يوسف حبيبي شلونك؟ هذه زوزو معصبه. زوزو مارتي مون. زوزو يا زوزو معصبه تدري قاعد تصورها. زوزو معصبه. هلا امامين. يعطيك العافيه. هلا بزيتونه. هذا اماماني. اي هذا اماماني نسميها نكنيمها الزيتونه. شوف ما شاء الله شلون قاعد على كرسي كفيها. زوزو قولي باي باي. تعال تعال قولي باي باي. زوزو زوزو قاعد اكلم منو انا. زوزو شلونك؟ شلونك؟ تدلع. شو اخبارك؟ اشوف اسنانك اشوف اسنانك. وين وين اسنانك؟ الله طلعوا طلعوا اسنانك. فرشي اسنانك فرشي اسنانك فرشي اسنانك. تعال طبعا يا جماعه شوف يعمل التيزن طيب. هذا نوريك بس بس نحط جريده. هلا حبيبي. هلا هلا هلا. هذا مال يويو. من يشتري الحين هذا؟ جديده ولا تحت؟ يوسف حبيبي ما لقيت الا هالطير. شو الطير الخايس؟ يعطيكم العافية يا الربع لمتابعة الحلقة اليوم. إذا استمتعتوا لا تنسون لايك وسبسكرايب وتنشرون الحلقة. وأتمنى أتمنى أتمنى منكم نشر الحلقة. أدري ما راح تنشرون وايد قلت ما راح تنشرون أدري بس يعني نشروا وساعدونا بالنشر. إذا ساعدتونا تحمسونا تخلونا نسوي فيديوهات زيادة وزيادة وزيادة ونفرحكم إن شاء الله. وأهم شيء إحنا عندنا باليوميات والتصوير إنكم أنتم تحمسونا كومنتات ولايكات ونشر والسبسكرايب. تزيدون احنا نزيد لكم نعطيكم اقوى ما عندنا ان شاء الله.
يعطيكم العافية ونشوفكم حلقة باكر إن شاء الله. السلام عليكم.